بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. احنا النهاردة جايبين فكرة مشروع ما بتتخطاش 60,000 جنيه. فكرة مشروع بنأكد عليها في المتوسط تتكلف 60,000 جنيه. مشروع تقدر تعمله في البدروم، تقدر تعمله على مساحة 50 متر، 100 متر بالكتير، تقدر تعمله فوق السطح لو عندك مساحة كبيرة، تقدر تعمله في مخزن، في ورشة، في أي مكان. معانا النهارده الأستاذ محمد أمين من الوادي الجديد، أول واحد يعمل المشروع ده في الوادي الجديد وجاي يكلمنا عنه النهارده. أستاذ محمد، إحنا بنحييك طبعًا على فكرة المشروع اللي خارج الصندوق، ربنا يبارك فيك. المشروع عبارة عن إيه؟ الناس مستنية إيه المشروع أبو 60,000 جنيه و 70,000 جنيه؟ المشروع ده يا باشا عبارة عن مكنة خراطيم كهرباء. بتصنع خراطيم كهرباء. بتصنع خراطيم كهرباء. تمام، اللي هي الخراطيم اللي إحنا شايفينها دي. الخراطيم دي يا زحمة دي بتترمي في السوق. بيتعمل برضو من هي الحيطان. تمام. الشغل ده بيجي لنا من مصر. حلو. احنا بنعمله صناعه محليه في الوادي الجديد. كلام جميل. يعني يدوي بايدنا احنا. نطلع الخامات اللي احنا عايزينها. حلو. كلمني عن فكره المشروع، جات لك منين؟ يعني انت عشان تبدا المشروع حد قال لك عليها، قريت عنها؟ انا قريت عنها. تمام. عجبتني الفكره. حلو. ولقيتها مش مكلفه. وبتشجع الشباب. ما طيب انا في البدايه قلت ان المشروع بيتكلف 60,000 جنيه، طبعا انا واخد منك الرقم ده. تمام. 60,000 جنيه دي بكل حاجه ولا المكنه بتجهيزاتها؟ المكنه بتجهيزاتها. تمام. كامل لغايه التشغيل مكلفه معايا حركه 100. حلو قوي. تمام. 100,000 جنيه لغايه اما طلعت اول خرطوم تبيعه في السوق. حلو كده. وعندك كميه مخزون تقدر تطلع بيها انتاج، يعني 100,000 جنيه دي لو 2 أو 3 شباب جابوا 100,000 جنيه دي هتتكلف معاهم لغايه اما يطلعوا اول خرطوم، وهيبقى عندهم المواد الخام. بقد ايه مواد خام؟ يعني مثلا الماده الخام في الطن بيبدا من 19 ل 25,000، البيور 25,000. تمام. اللي اقل من البيور عامل 24,000. حلو. ال 19,000 ده برضو يعني ناس بتستخدمه في شغل المواظ، يعني الشوارع، الحاجات اللي ما لهاش ضغط كبير. طيب هي دي المكنه اللي بصوا يا اخوانا، المساحه مش كبيره، المساحه تقريبا وفيها وسع كبير جدا بسم الله ما شاء الله، 100 متر صح كده؟ تمام. تقريبا 100. بتشتغل على 2 فاز. طب تعالى بقى نتفرج على القصه دي يا اخوانا. معلومة 2 فاز، يعني انت تقدر تشغلها على كهربة البيت. تمام. حضرتك مش محتاج كهربا بجهد عالي ولا كهربة البيت العادية، تقدر تشغلها. تمام. مشروع من البيت ب60,000 جنيه، المكنة بتجهيزاتها، ولو هتجيب المادة الخام لغاية اما تطلع اول خرطوم هيبقى ب100,000 جنيه، يعني 3 شباب بيقدروا. طيب مشروع. احنا قلنا على تكلفة المشروع. تمام. تعالى بقى نتكلم على جنب تاني. بتشغل قد ايه معاك في المصنع في المشروع ككل؟ المشروع ككل 8 الصبح و4 من بعد العصر. كلام ممتاز جدا، يعني المكنه ام 100,000 جنيه دي. تمام. بتفتح 8 بيوت. تمام. 8 بيوت، 8 شباب بيقدروا يشتغلوا وياخدوا مرتب. طيب بتطلع قد ايه مثلا في اليوم؟ خلينا يعني حضرتك اقل من السوق بقد ايه؟ يعني ارخص من السوق. انا دلوقتي عايز اروح اشتري لفه خراطيم. لفة الخراطيم في السوق دلوقتي بكام ومواصفاتها ايه؟ وحضرتك بتقدر تطلعها لي بكام ومواصفاتها ايه؟ انا اقل من السوق، يعني انا موفر لهم يعني الشحن، واقل من السوق بحركه يعني 50. طيب يعني اللفه قد ايه؟ زياده عن الخرطوم، يعني بدل ما هو 40 متر انا مخليه 45 متر. طيب يعني لفه الخرطوم عندك 45 متر. تمام. بكام؟ حضرتك عشان انا كمواطن عادي اجي اشتريها منك بكام؟ ال 5 كيلو عامله 200. ال 5 كيلو عامله 200. عامله 200. ال 3 كيلو ال 4 كيلو عامله 180. حلو. ال 5 كيلو عامله 200 جنيه. تمام. طب هو في السوق دلوقتي بكام؟ يعني لما انا اروح اشتري من عند الراجل بتاع الادوات الكهربائيه تقريبا كام؟ السوق عامله 280. حلو. تمام. يعني حضرتك اقل من السوق ب 80 جنيه. تمام. وكم متر بقى؟ 45 متر. اللي عند الراجل 45 متر. لا، اللي عند الراجل 40 متر. يعني هو 40 متر و 45 متر. كلام ممتاز جدا جدا جدا. طيب بتطلع انتاج قد ايه مثلا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. على الصلاه والسلام. الانتاج
الورديه الاولى ممكن تعمل لي 100 كيلو. تمام. الورديه الثانيه برضه بتعمل 100 كيلو. يعني نقدر نقول ان هي بتنتج 200 كيلو في اليوم. تمام. يعني بتنتج مثلا اربع لفات في اليوم. تمام. اربع لفات ب 800 جنيه او ب 1000 جنيه. تمام. حلو. طبعا بتطلع منها التشغيل والكهرباء، لان هي طبعا اخواننا بناكد على حته الكهرباء. ما بدوش عليها برضه، يعني الشغل كتير، يعني انا مش عايز تديني كتير، اهم حاجه تشتغل. بالظبط، بتحافظ على عمر ال 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 بالظبط. طيب المواد الخام بتجيبها منين؟ المواد الخام بتجيبها من مصر، من الشركه. من الشركة. حضرتك اصلا بتجيب المكنة من الشركة، يعني بتروح تتعاقد مع الشركة واخد اسبوع تدريب في الشركة. انا كنت لسه هكلمك دلوقتي حالا في موضوع التدريب. بتتدرب قد ايه علشان تفهم التشغيل والانتاج؟ انا البداية كلها بتبقى في المونة، الخلطة. تمام. الخلطة دي هي الاساس. الاساس يعني هي طبعا ده الاستاذ حسام صبحي معاك هنا في دي اهم حاجة عندي، الخلطه طلعت مظبوطه بتظبط لي الخرطوم، بتظبط لي اللون، بتظبط لي كل حاجه. انت بتقدر تتحكم في اللون. تمام. طيب بتطلع خرطوم كهربا بس ولا في انواع تاني بتطلعها؟ عشان برضو النوع التاني ان شاء الله باذن الله الخطه الجايه خرطوم ميه. حلو. وخرطوم الري بتاع الغطاء التنقيط. يعني خرطوم التنقيط اللي هو الموفر للميه ده. تمام. اللي هو الاتجاه الدوله دلوقتي، انت بتقدر تنتجه من المكنه دي. تمام. طيب ده كلام ممتاز جدا. التالف عندك او الهالك عندك بتعمل فيه ايه برضك؟ عشان انا كواحد عايز يعمل المشروع بالظبط، بفكر انا التالف هوديه فين. التالف بروح بوديه كساره، بيتكسر ويتحط في ميه حمض وخل. ايوه الحاجات اللي زي كده بيتكسر، بيرجع لي زي ده بيتكسر. يعني البلد هنا مش هطلعه بره البلد، هنا برضو في كسارات في البلد. طيب انا عايز اوصل لمعلومه معينه، نقدر نقول ان المكنه دي صديقه للبيئه، لا بتطلع دخان. تمام. ولا بتطلع مخلفات. تمام. ولا ليها اي حاجه بتطلع منها، بندخل فيها المنتج بيطلع من الناحيه الثانيه منتج جاهز للبيع. تمام. المشروع كله المكنه 70,000 او 60,000. تمام. بالمواد الخام بالتشغيل بايجار المكان بتعمل 100,000 جنيه. تمام. تقدر تشغلها على مساحة 100 متر، برضك بنأكد للناس المعلومة إن تقدر تشغلها على مساحة 100 متر على كهرباء 2 فاز بتشغل 8 شباب. أنا شايف معاكم الأستاذ محمد حمادة أو محمد إبراهيم. محمد إبراهيم من الناس ذوي الاحتياجات، ومع ذلك قدر يفهم الإمكانيات. إخوانا إحنا بنشكره طبعًا وبنحييه. يعني بيقدر يشغل المكنة لوحده. بسم الله ما شاء الله، استاذ محمد من ذوي الاحتياجات بيقدر يشغل المكنه لوحده. اخوانا المكنه مش صعبه. نرجع لموضوع التدريب. التدريب يعني بتقعد كام شهر تتدرب؟ اسبوع واحد. اسبوع واحد بتبقى فهمت الميكانيزم بتاع المكنه كلها. كل حاجه. طيب في متابعه من الشركه؟ في متابعه. يعني بيجي لك مهندس انت بيبقى معاهم بالتليفون؟ واخد اسبوع حضرتك يا احمد في القاهره تدريب. تمام. والمهندس جاء معايا شغل تركيب المكنة، واخد معايا برضو اسبوع في البلد عشان يدرب الباشمهندس حسام. يدرب الناس اللي معايا برضو. يعني دي خدمة ما بعد البيع، بيبيع لك المنتج وبيتابع معاك. الشركة موجودة فين برضوك عشان الناس؟ الشركة في القاهرة. طيب احنا هنكتب رقم حضرتك طبعا، استاذ محمد امين والبشمهندس حسام استاذ محمد ابراهيم. تمام. هنكتب ارقامكم بحيث ان اللي عايز يوصل للشركه يتواصل معاكم. تمام. واللي عايز يشتري المنتجات بتاعتكم برضو يتواصل معاكم، تقدروا تسوقوا في كل المحافظات. ربنا يبارك فيك ونتمنى لك كل الخير. بناكد لمتابعينا ان ده مشروع ممتاز جدا، مشروع بيتكلف تقريبا اجمالي 100,000 جنيه بالمكنه بالمكان بالايجار بالمواد الاوليه. بتبيع بالكيلو. يعني ممكن الواحد عايز 200 جنيه او 2000 جنيه مثلا ياخد هو عايز 100 كيلو. طب يعني يا اخوانا معلش في بيع هنا جمله وقطاعي. مشروع ممتاز، مشروع مربح، بيفتح 8 بيوت في المتوسط. لو انت في محافظه من المحافظات الكبيره تقدر تعمل قد كده. طيب خليني اسال في اخر نقطه، بتستهلك بقد ايه كهرباء في الشهر تقريبا؟ يعني فرنج، يعني انا بالظبط المكنه 500 جنيه. طيب مكنة بتستهلك 500 جنيه في الشهر وبتنتج حوالي 200 كيلو في اليوم، تقدر تحسبها في المتوسط حسب ساعات الشغل.
فيا اخوانا مشروع بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدهم يا رب. هي دي الافكار اللي الواحد يقدر يتبناها ويقدر يعملها في محافظات تانية. انا طبعا بشكرك جدا، بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله هنصور معاك باذن الله تاني وتالت باذن الله. اشكرك جدا، حياتي ليكم.